كيف تجعل طفلك قارئ؟ اللغة أداة للتواصل والتفكير واكتساب المعرفة. في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل ينمو الجانب اللغوي بسرعة كبيرة ويكتسبها بالاستماع والقراءة. هل يمكننا تنمية حب القراءة عند أطفالنا؟ الإجابة هي نعم، فالأهل يساهمون بشكل خاص في التطور المعرفي واللغوي للطفل. اهتمام العائلة بالمعرفة واحترام الكتاب، إنشاء مكتبة منزلية مناسبة للطفل، خلق أنشطة تفاعلية ومسابقات تشجع القراءة، ربط ما يقرأه الطفل بأحداث حياته، اختيار كتب قصيرة تعتمد على الصور الملونة. عند سؤال الطفل عن معلومة يتم توجيهه للبحث عنها. قراءة القرآن في سن صغيرة. الاهتمام بالروضة. أنا قارئ.